الشوط الاول. عنا مشكله معناتها على مستوى الدفاع، صارت لنا معنا اصابه عبد الحق مصباح الصاني اثرت علينا على مستوى التوازن الدفاعي نتاعنا. شفتوا معناها تلزينا باش نعملوا معناتها من نبداو ب محمود الغربي وعصام تاج اللي كانوا معناها مدافعين، ومش نخليو سامر المغانمي على البنك. قلت لك ما ثماش توازن دفاعي. المنتخب معناتها الاسباني كما نقولوا تخلف المقابله كما يجب، ما عرفناش كيفاش ندافعوا بصراحه. 8 دقائق في الشوط الاول صعيب ياسر باش ترجع يعني ضد منتخب كبير وكيما منتخب اسبانيا، يعني منتخب يلعب على القاب. كيف كيف يعني اصابه مصباح السانع كيف كيف يعني مخلي يعني ورقه كنا نجم نعمل عليها اليوم لا غالب. الاولاد يظل قدموا ما قدموا لعليهم، الفور ما تغيب وتحذر، هذاك هو اللي صار اليوم. نفس الشيء، لا في البريمير ميتون لا دوزيام ميتون، لا ديفونس لا كونتر اتاك لا موتور بال لا جو رابيد. كنت المنتخب الاسباني تقدم مردود كما هكا بالشكل على راسك وكلين على راسنا. اول حاجه لو برومي اوبجيكتيف سيتي لا كاليفيكاسيون، معناتها دوزيام تور سا سيتي ان مينيموم. كي نشوف الكوشمار اللي تعدينا به ماتش البوسني 5 مينوت دو جو وخاسرين 2 بوان، نقول الواحد يحمد ربي على تعدينا ساروتي، معناتها كاتاستروفيك اكثر معناتها من اليوم. من بعد تحب ولا تكره سي اون ديسيبسيون كبيره، معناتها خساره اليوم سي اون ديسيبسيون كبيره. فاسون هي معناتها المجموعات كنا نجموا نكونوا الكلاسمون نتاعنا خير من هكا برشا، هذول اللي معناتها بالليفيكتيف اللي عندنا كنا نجموا نكملوا خير من الرابعين، وكنا نجموا نتفاداو معناتها بطل العالم 2013 معناتها المنتخب الاسباني اللي ماهوش ساهل، مش كيما لعبت تتفرج راه المنتخب الاسباني راهو بطل العالم 2013. واحنا زاده لازم واحد يستعرف ما قمناش مباراه مشرفه وتليق بالمنتخب التونسي وتليق بالتوانسه ككل. انت دي سيغ من الكاتريام بلاس، هذاك اللي خلانا نشكوا في رواحنا، خلانا نشكوا في القيمه نتاعنا. وكا بون اليوم ذول لي سا با فونكسيوني او نيفو ديفونسيف ميتون الاولاني، في سيرتو ان اتاك زاد سا با مارشي دي تو. بعد دوزيام ميتون سيتي ان بو ميو او نيفو ديفونسيف، لكن الاتاك ذول لي هونديكاب كبير برشا، ما تنجمش تربح منتخب اسباني بتماركي له 20 بونت. ذول لي ستاتستيك وحدهم يتكلموا، يفو اسمي سي ريسبونسابيلتي، الناس الكل لازم يتحملوا المسؤوليه. انا نقول المنتخب التونسي اليوم استنيته منا معناها باش نكونوا في مستوى افضل من هكا، مش على الربح ولا الخساره، استنيته منا كرة يد في مستوى عالي اليوم ما نجمناش نقدموها. ان شاء الله بالنسبه لي انا باسمي وباسم الجروب نعتذر من المنتخب من جماهير المنتخب ومن جمهور سورتو اللي جانا هوني، نقول لهم بقدره الله، وبقدره الله راهو جايات اكثر من رايحات، وبقدره ربي يفرحكم.